مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي وتؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف لاحتواء الموقف. وزير الخارجية الإيراني يقول إن العملية الانتقامية ضد إسرائيل انتهت وإن بلاده لن تقوم بعملية جديدة ما لم تتعرض لهجوم. ومع دخول 240 شاحنة مساعدات عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم، مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة. 6 مساء بتوقيت القاهرة، 4 بتوقيت جرينتش. نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أعربت مصر عن قلقها البالغ تجاه ما تم الإعلان عنه من إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل ومؤشرات التصعيد الخطير ما بين البلدين خلال الفترة الأخيرة. هذا وطلبت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية بممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنيب المنطقة وشعوبها المزيد من عوامل عدم الاستقرار والتوتر. واعتبرت مصر أن التصعيد الخطير الذي تشهده الساحة الإيرانية الإسرائيلية حاليا هو نتاج مباشر لما سبق وأن حذرت منه مرارا من مخاطر توسيع رقعة الصراع في المنطقة على إثر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة والأعمال العسكرية الاستفزازية التي تمارس في المنطقة. وأكدت مصر أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف المعنية لمحاولة احتواء الموقف ووقف التصعيد وتجنيب المنطقة مخاطر الانزلاق إلى منعطف خطير من عدم الاستقرار والتهديد لمصالح شعوبها. حذرت إيران إسرائيل من أنها ستتعرض لهجوم أكبر إذا ردت على الهجوم الذي شنته طهران خلال الليل بطائرات مسيرة وصواريخ. وأضافت طهران أنها حذرت واشنطن أيضا من عواقب دعم أي عمل عسكري إسرائيلي ضدها. وأفاد قائد الحرس الثوري الإيراني حسين سلامي أن طهران سترد على أي هجوم إسرائيلي يستهدف مصالحها أو مسؤوليها أو مواطنيها. قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن إيران أبلغت الولايات المتحدة أن هجماتها ضد إسرائيل ستكون محدودة وللدفاع عن النفس. أضاف وزير الخارجية الإيراني أن طهران لن تتردد في الدفاع عن مصالحها المشروعة ضد أي عدوان جديد إذا لزم الأمر، لكنه أشار إلى أن بلاده لا تخطط ولا تسعى لاستهداف القوات أو القواعد الأمريكية في المنطقة. نقلت صحيفة يدعوت أحرنوت عن قيادي عسكري سابق أن إسرائيل أنفقت قد ما يصل إلى 5 مليارات شيكل أو ما يوازي 1.3 مليار دولار خلال ليلة واحدة من أجل التصدي للهجوم الذي أطلقته إيران باستخدام مئات المسيرات والصواريخ. وقال رام أميناخ المستشار الاقتصادي السابق لدى رئاسة الأركان الإسرائيلية، قال إن التكلفة تشمل فقط التصدي للمسيرات والصواريخ دون إحصاء للخسائر الميدانية والتي أعلن الجيش في وقت سابق أنها طفيفة. وأوضح أميناخ أن كل صاروخ من نظام أرو الذي يستهدف الصواريخ البالستية يكلف نحو 3.5 مليون دولار. في المقابل يرى أميناخ أن إيران أنفقت نحو 10% فقط
مما تكبدته إسرائيل. تطور خطير يشهده العالم والمنطقة مع أول هجوم مباشر من نوعه تشنه إيران ضد إسرائيل، ما يؤكد من جديد المخاوف نحو اتساع رقعة الصراع في المنطقة. إيران نفذت هجوماً بمسيرات وصواريخ على إسرائيل في هجوم وصفته طهران بأنه رد على القصف الإسرائيلي الذي استهدف القنصلية الإيرانية في دمشق وتسبب بمقتل 16 إيرانياً. الهجوم الإيراني شارك به أيضاً حلفاء لإيران، حيث أطلق حزب الله اللبناني صواريخ كاتيوشا في اتجاه الجولان، كما أطلقت قوات الحوثي مسيرات في اتجاه الأراضي الإسرائيلية. ورغم تنديد دول عدة بالهجوم، إلا أن البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة أكدت أن العمل العسكري الإيراني تم تنفيذه على أساس المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالدفاع عن النفس، وكان رداً على العدوان الإسرائيلي على المقر الدبلوماسي الإيراني في دمشق. الجيش الإسرائيلي من جانبه أعلن أن إيران أطلقت عشرات المسيرات والصواريخ باتجاه إسرائيل، مضيفاً أنه تم اعتراض الغالبية العظمى منها، وأشار إلى أن عدداً من الصواريخ الإيرانية سقط في الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى حدوث أضرار طفيفة في قاعدة عسكرية. حدة التوتر بين إيران وإسرائيل ارتفعت منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، وهو ما يزيد من احتمالات توسيع رقعة الصراع في المنطقة. هذا وتوالت ردود الفعل العالمية بعد إطلاق إيران عشرات الطائرات المسيرة والصواريخ على إسرائيل في هجوم قد يؤدي إلى تصعيد كبير بين الخصمين الإقليميين. قال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت أن إسرائيل لديها فرصة لتشكيل تحالف استراتيجي ضد إيران بعد تصدي عدة دول للهجوم الكبير الذي شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ. في بيان له أضاف جالانت أن صد الهجوم جاء بالاشتراك مع الولايات المتحدة ودول أخرى. من جانبه قال بياني غانس الوزير في مجلس وزراء الحرب الإسرائيلي، قال إن إسرائيل ستجعل إيران تدفع ثمن شنها هجوما ضخما بصواريخ وطائرات مسيرة عندما يحين الوقت المناسب، وأضاف أنه سيتم تشكيل تحالف إقليمي.
أعلن مسؤول في البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن واشنطن لن تدعم أي هجوم عسكري مضاد قد تشنه تل أبيب على طهران. وقال المسؤول الأمريكي لموقع أكسيوس الأمريكي أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وكبار مستشاريه يشعرون بقلق من أن يؤدي الرد الإسرائيلي إلى حرب إقليمية فضلا عن عواقب كارثية على المنطقة. وأعلن بايدن أن القوات الأمريكية ساعدت في إسقاط كل المسيرات والصواريخ التي أطلقتها إيران على إسرائيل تقريبا. ومن المقرر أن يجري الرئيس الأمريكي اتصالات بقادة مجموعة السبع لتنسيق رد دبلوماسي موحد على الهجوم الإيراني، فضلا عن التواصل مع قادة المنطقة لتنسيق الاستعداد لمواجهة جميع التهديدات. إلى ذلك، أعلنت الأمم المتحدة أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا في وقت لاحق اليوم لبحث الوضع في منطقة الشرق الأوسط. قال مندوب إسرائيل بالأمم المتحدة جلعاد أردان في رسالة موجهة إلى المجلس أن الهجوم الإيراني تصعيد شديد الخطورة. دعت إيطاليا التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى إلى اجتماع عبر الفيديو لزعماء دول المجموعة لبحث الهجوم الإيراني على إسرائيل. وأعربت رئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني عن قلقها العميق إزاء اضطرابات الأوضاع في المنطقة، مشيرة إلى تواصل العمل لتجنب التصعيد. دعا مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى عقد اجتماع استثنائي لوزراء خارجية التكتل. وأكد بوريل أن هدف الاجتماع مناقشة الهجمات الإيرانية على إسرائيل والمساعدة في وقف التصعيد وتحقيق الأمن في المنطقة. أعلنت سلطات المطارات الإسرائيلية إعادة فتح المجال الجوي الإسرائيلي بعد الهجوم الذي نفذته إيران أثناء الليل بمئات طائرات المسيرة والصواريخ. وتوقعت سلطات المطارات الإسرائيلية أن يتأثر جدول رحلات الطيران من تل أبيب، مضيفة أنه يتعين على المسافرين التحقق من مواعيد الرحلات. نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تم تداوله من أنباء بشأن إصدار قرار بإغلاق المجال الجوي المصري بشكل طارئ. من جهتها، أكدت وزارة الطيران المدني أنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن من قبل أي جهة رسمية. وشددت الوزارة على أن المجال الجوي المصري وكذلك الحركة الجوية يعملان وبشكل طبيعي دون توقف، مع استمرار مختلف المطارات المصرية في تسيير كافة الرحلات الجوية وبشكل منتظم وفقا لجداول التشغيل اليومية ما عدا تلك المتجهة لبعض الدول نتيجة لتوقف مجالها الجوي أمام حركة الطيران. قررت مصر للطيران استئناف رحلاتها الجوية من وإلى مختلف مطارات كل من الأردن والعراق ولبنان. جاء ذلك بعد إعلان تلك الدول فتح المجال الجوي أمام حركة الطيران عقب إغلاقه لعدة ساعات بسبب إطلاق مسيرات هجومية إيرانية ضد إسرائيل. أكد رئيس هيئة الطيران المدني الأردني هيثم استو أن الأوضاع الجوية في سماء المملكة الأردنية عادت لطبيعتها، وتم استئناف حركة الطيران الدولية في عموم مطارات الأردن. وأشار رئيس هيئة الطيران المدني الأردني إلى أنه يتم حاليا التنسيق ما بين جميع الأجهزة المعنية لاستقبال ومغادرة جميع الطائرات الدولية من وإلى الأردن ومطاراته الدولية، مؤكدا أن الأمور تسير بشكل طبيعي. ولفت رئيس الهيئة إلى أن قرار الإغلاق السابق الذي اتخذه الأردن لإغلاق أجوائه أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة للأجواء كان مؤقتا واحترازيا في ضوء تزايد التوترات الإقليمية في المنطقة، مؤكدا أنه مع زوال المخاطر عادت الأمور إلى مسارها الطبيعي.
أعلنت سلطة الطيران المدني العراقي إعادة فتح الأجواء العراقية بعد ساعات من إغلاقها نتيجة الهجوم الإيراني على إسرائيل. وذكرت سلطة الطيران أنه تم فتح الأجواء العراقية أمام جميع الطائرات القادمة والمغادرة والعابرة لأجواء البلاد، مؤكدة أن فتح الأجواء العراقية جاء بعد تخطي جميع المخاطر التي تؤثر على أمن وسلامة الطيران المدني في العراق. أكدت شركة الخطوط الجوية الألمانية لوفتهانزا أنها ستعلق رحلاتها إلى عمان وبيروت وأربيل وتل أبيب حتى غد الاثنين على الأقل، ذلك في أعقاب الاضطرابات الأخيرة في الشرق الأوسط. وأضافت الشركة التي تضم شركة الطيران الألمانية الرئيسية وكذلك الخطوط الجوية السويسرية والنمساوية أنها ستعمل على تجنب رحلاتها المجال الجوي فوق إسرائيل والأردن والعراق وذلك في المستقبل القريب. كانت الشركة قد أكدت بالفعل الجمعة الماضية أنها ستعلق رحلاتها من وإلى طهران حتى 18 من أبريل الحالي، ولن تستخدم المجال الجوي الإيراني خلال تلك الفترة. استشهد عدد من الفلسطينيين فيما أصيب آخرون في غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية ومدفعيته على قطاع غزة، وذلك في اليوم 91% من العدوان الإسرائيلي المتواصل على القطاع. وفي حصيلة غير نهائية، بلغ عدد الشهداء منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في 7 أكتوبر الماضي نحو 33,729 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 76,371، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض. ذكر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أن حركة حماس رفضت أحدث مقترح لاستعادة المحتجزين الإسرائيليين. وأضاف مكتب نتنياهو أن إسرائيل ستواصل تحقيق أهدافها في غزة بكامل قوتها. يأتي هذا فيما أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين بالضفة الغربية، مشيرة إلى أن إرهاب المستوطنين المنظم وصل إلى مستويات غير مسبوقة بحماية من جيش الاحتلال. وحملت الخارجية حكومة الاحتلال والائتلاف اليميني المتطرف المسؤولية الكاملة والمباشرة عن تلك الدعوات التحريضية باعتبارها امتدادا لعقلية الاحتلال، وحثت المحكمة الجنائية الدولية على سرعة إصدار مذكرات توقيف بحق المستوطنين ومن يقف خلفهم وتقديمهم للعدالة الدولية. تواصل مصر جهودها لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة. في هذا الإطار يواصل معبر رفح فتح أبوابه لدخول المساعدات الإنسانية للأشقاء في غزة وإدخال أطنان المساعدات واستقبال الجرحى. لم تتوقف مصر عن دعمها الثابت للأشقاء في قطاع غزة عن طريق استمرار إدخال الشاحنات الإغاثية للقطاع. استطاعت مصر حتى الآن أن تدخل ما يزيد عن 4,000 شاحنة من المواد الإغاثية المتنوعة عبر بوابتي معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم، ومنها أكثر من 20,000 طن من المواد الغذائية و20 أخريات من المستلزمات الطبية، فضلا عن ما يقرب من 11,000 طن من المواد البترولية. ولا يقتصر الأمر على الشاحنات الإغاثية فقط، فقد دخل إلى المستشفيات المصرية ما يقرب من 4,000 من المصابين الفلسطينيين، وتم توزيعهم على عدد من مستشفيات العريش ورفح والقاهرة. ويعد معبر رفح المصري من أهم المنافذ البرية لقطاع غزة، والوحيد الذي لم يغلق أبوابه أمام الأشقاء منذ بداية الحرب. كريم بيبرس، التلفزيون المصري.
أجدد على حضراتكم التحية مشاهدينا. أعلن المركز الإعلامي للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي عن انطلاق المرحلة الأولى من القافلة السادسة للمساعدات الإغاثية والعلاجية للأشقاء الفلسطينيين. تتضمن القافلة أكثر من 250 شاحنة محملة بأكثر من 4000 طن من المواد الغذائية والأدوية والمستلزمات الطبية. جهود مصر لدعم الأشقاء الفلسطينيين لم تتوقف منذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، حيث تعمل الدولة على توفير المساعدات الإغاثية لهم. التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يواصل الدعم من خلال تجهيز وإرسال المساعدات الإنسانية للأشقاء منذ بدء العدوان، فهذه هي القافلة السادسة في مرحلتها الأولى التي أعدها التحالف، والتي تشمل أكثر من 250 شاحنة وتحوي على أكثر من 4000 طن من المساعدات المختلفة. احنا بفضل الله كالمعتاد من ساعة الغزو على غزة، واحنا القافلة يمكن دي الستة أو السبعة، واحنا من القافلة بتطلع بنبدأ نجهز في التانية، وده بالتنسيق مع التحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين دايما تبع التحالف الوطني، وتشرف لينا تبع التحالف الوطني. القافلة تضم أكثر من 3000 طن من المواد الغذائية بالإضافة للمستلزمات الطبية والأدوية والمياه، وأكثر من 100 طن من الخيام والمراتب. وشارك في القافلة نحو 12 كيانا من كيانات ومؤسسات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية للأشقاء في قطاع غزة. المرة دي المرة السادسة اللي احنا بنشارك فيها في المساعدات المتوجهة لإخواتنا في غزة. احنا معانا 3 تريلات فيهم مستلزمات طبية وفيهم أدوية وفيهم بطاطين. طبعا حضرتك احنا بنراعي فيها الحاجات اللي هي الضرورية لإبقاء الحياة، إبقاء الحياة في إخواتنا الفلسطينيين، سواء حاجات بتوقف النزيف أو سواء حاجات أساسية للجروح والباتر والحاجات اللي هي في العمليات والكلام ده كله، ودي كلها حاجات بتبقى حجمها قليل جدا ومكلفة جدا. فطبعا التريلا الواحدة اللي طالعة معانا معدية 2 مليون جنيه. احنا مشاركين في القافلة رقم 6 لأهلنا في قطاع غزة من خلال 10 عربيات تريلات محملة بكل عربية فيها 5000 كرتونة مواد غذائية وسلع غذائية أساسية لأهلنا في قطاع غزة، ما بين السلع الأساسية ما بين سكر ورز ومكرونات وكل السلع الأساسية اللي بيحتاجها القطاعين بالتنسيق مع التحالف الوطني. وهكذا تواصل الدولة جهودها القصوى للعمل على الإسراع بنقل المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر والسعي الحثيث من أجل زيادتها، بما يساهم في الحد من تفاقم الأزمة الإنسانية غير المسبوقة التي يعاني منها الأشقاء الفلسطينيون. محمود جميل، التلفزيون المصري. We'll be right back.
يعد ارتباط مصر بقضية فلسطين ارتباطا دائما وثابتا تمليه اعتبارات الأمن القومي المصري وروابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية مع شعب فلسطين. لم يكن الموقف المصري من قضية فلسطين في أي مرحلة منها يخضع لحسابات مصالح آنية، ولم يكن أبدا ورقة لمساومات إقليمية أو دولية. جهود مكثفة ودعم بلا حدود على مدار عقود، فمنذ عام 1948 وتحمل مصر على عاتقها القضية الفلسطينية، حيث حرصت على التأكيد دوما على مقاربتها الوطنية للقضية الفلسطينية والتي ترتكز على عدة محاور، منها أن البوابة الأساسية والوحيدة لحل القضية الفلسطينية تكمن في حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، مع الحفاظ على مواقف أساسية ثابتة ترفض الحلول الأحادية التي تعيق إقامة الدولة الفلسطينية مثل الاستيطان والإجراءات التي تتخذها إسرائيل في القدس، مع دعم الحقوق العادلة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة للاجئين. وتوالت الجهود، وبدعم مصري مسبق أكد مجلس الأمن رؤية الدولتين ودعا للمرة الأولى إلى ضرورة قيام دولة فلسطينية. وكان لمصر جهودا في إقرار خطة خريطة الطريق والتي تبنتها اللجنة الرباعية والتي أيدت وثيقة جنيف في ديسمبر 2003 التي تنص على انسحاب إسرائيل من معظم الأراضي التي احتلت في حرب عام 1967، لتواصل مصر بذلك دفاعها المستميت عن القضية والإشراف على الانسحاب الإسرائيلي من غزة عام 2006 عقب التوغل البري للقوات الإسرائيلية في القطاع، ومن ثم الإشراف على صفقة جلعاد شاليط عام 2011. ومع تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم في يونيو 2014 ظلت القضية الفلسطينية قضية محورية ومركزية لمصر، فبذلت مصر العديد من الجهود لوقف إطلاق النار، واشتبكت مصر بشكل دائم مع كافة القضايا الخاصة بالملف الفلسطيني وعلى رأسها ملف المصالحة الفلسطينية، ولها إسهامات مضيئة في هذا الملف على غرار الإشراف على توقيع الفصائل الفلسطينية على اتفاق إنهاء الانقسام في عام 2017، إيمانا منها بضرورة ترتيب أوراق البيت الفلسطيني من الداخل لحل القضية. وكان ولا زال لمصر دور رئيسي في الوصول لتهدئة في كافة الحروب السابقة، ودورها في دعم إعادة إعمار غزة عقب الضربات الإسرائيلية عام 2021 والذي رصدت له ميزانية قياسية بلغت 500 مليون دولار. هذا الجهد متعدد الاتجاهات ظهر بشكل أكبر خلال العدوان الإسرائيلي الغاشم الحالي على قطاع غزة والمستمر منذ أكتوبر الماضي، ونتجت عنه جملة من التداعيات السلبية على المستوى الأمني والإنساني والسياسي، شملت قطاعا كبيرا من الشرق الأوسط، وهو ما أوجب على مصر من واقع مسؤوليتها التاريخية ودورها المحوري وواجباتها القومية والإنسانية المبادرة بتفعيل تحركات آنية في عدة اتجاهات لمحاولة حصار هذه التداعيات وتقليل تأثيراتها قدر الإمكان في إطار موقفها الثابت والراسخ في قضية العرب. تتخذ الدولة المصرية إجراءات عديدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين على المستوى الإنساني أو السياسي، وذلك منذ بداية العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. ويظهر الإصرار المصري والدور الذي تقوم به الدولة في دعم الفلسطينيين، وذلك بتنفيذ عملية إسقاط لمساعدات غذائية وطبية في قطاع غزة. لا للعدوان، لا للتهجير، لا لتصفية القضية الفلسطينية. مواقف ثابتة وراسخة لا يغيرها المكان ولا الزمان، تتبناها مصر وتؤكدها دوما على مر التاريخ، كان آخرها إبان العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بدايته في السابع من أكتوبر الماضي. فالقاهرة لم تألو جهدا لمساعدة الفلسطينيين سواء على المستوى الإنساني أو السياسي، حيث تجسدت هذه المرحلة في الاتصالات المكثفة والعالمية
العاجلة التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي مع تصاعد وتيرة الحرب مع الأطراف كافة، سواء الإقليمية، العربية أو الدولية، وهو ما مهد ليكون الدور المصري رئيسياً في محاولات البحث عن صيغ فعالة لوقف إطلاق النار. وقد أسفرت الجهود المصرية والقطرية المشتركة إلى توصل لهدنة إنسانية مؤقتة على مدار نحو أسبوع في نوفمبر الماضي، تم بموجبها إيقاف العمليات القتالية بشكل كامل في جميع أجزاء قطاع غزة. يأتي ذلك بعدما طرحت القاهرة الخطة الأكثر واقعية لإيجاد نقطة ارتكاز واضحة يمكن من خلالها التحرك قدما وبشكل إيجابي للحل نهائيا للمعضلات التي تكتنف القضية الفلسطينية، ذلك من خلال خارطة الطريق التي طرحتها مصر خلال قمة القاهرة للسلام، ذلك في 21 من أكتوبر الماضي. الخارطة تضمنت ضمان التدفق الكامل والآمن والسريع والمستدام للمساعدات الإنسانية لأهل غزة، والتفاوض حول التهدئة ووقف إطلاق النار، فضلا عن الانخراط العاجل في مفاوضات لإحياء عملية السلام وصولا إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، إلى جانب تدعيم السلطة الوطنية الفلسطينية الشرعية للاطلاع بمهامها بشكل كامل. وقد احتضنت مصر العديد من جولات المفاوضات بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية بمشاركة كل من قطر والولايات المتحدة الأمريكية، واستقبلت القاهرة خلال الأشهر الستة الماضية العديد من رؤساء الدول ورؤساء الوزراء ووزراء الخارجية وممثل المنظمات الدولية والإقليمية للنقاش حول السبل الكفيلة بالتهدئة المؤقتة والتي تقود إلى وقف إطلاق نار مستدام في غزة، وتنفيذ أيضا التهدئة في الضفة الغربية. جهود حثيثة تمضي تحت مظلة لجملة من الثوابت المصرية، وعلى رأسها رفض أي عمليات عسكرية إسرائيلية في قطاع غزة، ورفض عمليات التدمير والقتل الممنهج الإسرائيلية، ورفض مساع لتصفية القضية الفلسطينية على حساب مصر أو أي دولة أخرى، حيث أكدت مصر مرارا وتكرارا أن تهجير الشعب الفلسطيني لسيناء يمثل خطا أحمر، مشددة على أن التصعيد يضر بالأمن الإقليمي للمنطقة ككل وليس فقط بالداخل الفلسطيني. أخبار السادسة مشاهدينا لا تزال مستمرة وتتابعون فيها. أوكرانيا تسجل 76 اشتباكا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة، ومقتل شخصين في قصف على خاركييف. أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية تسجيل 76 اشتباكا قتاليا في ساحة المعركة مع الجيش الروسي خلال الساعات 24 الماضية، حيث شنت القوات الروسية معظم الهجمات في قطاع بخموت الاستراتيجية. وذكرت هيئة الأركان الأوكرانية أن الجيش الروسي نفذ غارات جوية وشن 115 هجوما بالمدفعية الثقيلة على مواقع القوات الأوكرانية والمدن والقرى، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف القوات الأوكرانية والسكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، مشيرة إلى شن القوات الجوية الأوكرانية غارات جوية على 11 تجمعا للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية ومركز قيادة ومحطات تحكم أرضية للطائرات المسيرة ونظام صاروخي مضاد للطائرات تابع للجيش الروسي. أعلن رئيس الإدارة العسكرية لإقليم خاركييف الأوكراني أولي سيني هوبوف مقتل مدنيين اثنين جراء قصف شنته القوات الروسية على الإقليم الليلة الماضية. وقال المسؤول الأوكراني إن الجيش الروسي قصف قرية فيسيلي التابعة لمنطقة ليبتسي في إقليم خاركييف، ما أسفر عن مقتل شخصين. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي إن ألمانيا سترسل إلى أوكرانيا نظام دفاع جوي أمريكي الصنع من طراز باتريوت، فضلا عن صواريخ تستخدم في الدفاع الجوي أيضا في وقت حرج. وشنت روسيا خلال الأسابيع الماضية 3 غارات جوية كبيرة على محطات الطاقة وأخرى فرعية،
ما دفع كييف إلى توجيه نداءات عاجلة لتزويدها بأنظمة دفاع جوي متطورة لمواجهة الضربات الجوية الروسية المتزايدة في أوكرانيا. أعلنت ألمانيا عزمها تزويد كييف بمنظومة دفاع جوي إضافية من طراز باتريوت. وبحسب وزارة الدفاع الألمانية فإن تقديم هذه الشحنة تم بناء على طلب الحكومة الأوكرانية وبالتنسيق مع حلفائها لتعزيز الدفاع الجوي الأوكراني بشكل أكبر. بعد الإعلان اعتبر الرئيس الأوكراني زيلينسكي الخطوة الألمانية تعبيرا حقيقيا عن دعم بلاده في لحظة وصفها بالحرجة، داعيا حلفائه إلى أن يحزوا حزو برلين. وكان زيلينسكي قد قال قبل أسبوع إن هناك حاجة ماسة إلى 25 من أنظمة باتريوت الأمريكية لتغطية كامل أوكرانيا التي تتعرض لهجمات بصواريخ باليستية وصواريخ فرط صوتية يمكن أن تصل إلى أهدافها في غضون دقائق. إجراء يأتي في وقت يواجه فيه الجيش الأوكراني صعوبات ميدانية بسبب نقص القوات والمساعدات العسكرية الأجنبية، إذ لا يزال الكونغرس الأمريكي يعرقل قراراً بمساعدات عسكرية مهمة توقعت كييف أن تتسلمها منذ أشهر، وهو ما دفع روسيا لتكثيف هجماتها الجوية على أوكرانيا وقصف منشآت للطاقة في البلاد. وتعد ألمانيا مساهماً رئيسياً في المساعدات العسكرية والمالية والإنسانية إلى أوكرانيا منذ بدء العملية العسكرية الروسية في 24 من فبراير من عام 2022، لكن المستشار الألماني تعرض لانتقادات في الأشهر الأخيرة لرفضه السماح بتزويد الصواريخ تروس البعيدة المدى، إذ تخشى ألمانيا أن تستخدم لاستهداف مواقع في العمق الروسي. ذكرت منظمة الأمم المتحدة للمرأة أن الصراع الحالي في السودان الذي دخل هذا الأسبوع عامه الأول كان له أثر مدمر على الشعب السوداني، خاصة النساء والفتيات. وأشارت منظمة الأمم المتحدة للمرأة إلى أن الصراع قضى على المكتسبات التي تحققت في اتجاه الديمقراطية والاستقرار، وترك البلاد تعاني من انعدام الأمن في الوقت الذي تواجه فيه أزمة إنسانية كارثية. ودعت منظمة الأمم المتحدة للمرأة المجتمع الدولي إلى العمل من أجل ضمان ألا يتحول هذا الصراع إلى أزمة منسية ومهملة، مشيرة إلى أن النساء والفتيات السودانيات يدفعن ثمنا باهظا جراء العنف والأزمة الإنسانية التي لا تزال غير مرئية بصورة كبيرة من قبل العالم. أعلنت الشرطة الأسترالية أنها حددت هوية منفذ الهجوم الذي وقع في مركز للتسوق في مدينة سيدني وأسفر عن 6 قتلى والعديد من الجرحى. وذكرت الشرطة الأسترالية أن منفذ الهجوم هو رجل يبلغ من العمر 40 عاما ويعاني من مرض عقلي ولا يوجد أي دوافع إرهابية لارتكاب الهجوم. استقبل مركز الإصلاح والتأهيل خميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج، وذلك للاطلاع على مرافق المركز ومنشآته ومنظومة السياسة العقابية الحديثة المطبقة داخله والتي تتماشى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي. نقلة نوعية وإنسانية تشهدها المنظومة العقابية في مصر. من هذا المنطلق استقبل مركز الإصلاح والتأهيل أخميم بسوهاج وفدا من أساتذة وطلاب جامعة سوهاج للاطلاع على مدى التطوير في برامج الإصلاح والتأهيل التي يوفرها مرافق المركز المنشأ على أحدث النظم الإنشائية والإصلاحية. قام الوفد بجولة داخل مرافق المركز ومنشآته، وفي المقدمة المركز الطبي المزود بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية المتطورة ويوفر عناية صحية فائقة للنزلاء. المستشفى الموجودة مجهزة بأحدث الأجهزة
وكل غرف العمليات ونظام الكبسولة المغلقة. حقيقة في اختلاف كمي ونوعي، وكنتش متخيل ان ده موجود في، مش هنسميها السجون المصرية دلوقتي، بنسميها مركز الإصلاح والتأهيل. شفنا أحدث الأجهزة المتاحة وأفضل المباني والإمكانات المتاحة للنزلاء، مما يؤكد أن الدولة بتراعي حقوق الإنسان على الوجه الأكمل. واصل الوفد جولته داخل المركز، حيث اطلعوا خلالها على الرعاية المقدمة للنزلاء المعيشية والتعليمية والتأهيلية، حيث يتم تطبيق برامج إصلاحية وتعليمية متطورة تراعي أفضل المعايير الدولية في مجال حقوق الإنسان، وكذا الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. شفنا قد إيه النزلاء يعني بيمارسوا حياتهم، شفناهم إزاي بيتحولوا إلى منتجين في ورش نجارة وأعمال حرفية وأعمال يدوية. إحنا اللي شفناه النهاردة فعلاً يتواكب مع العصر ومع الجمهورية الجديدة. طبعاً أنا شفت برضو بعض الحاجات الملحقة به، سواء كان الملاعب، الحضانات، المزرعة، الحاجات دي كلها، دي حاجات طبعاً هائلة برضو للاستفادة من الإمكانيات الموجودة للنزلاء. منبهرة بالشغل اللي عاملاه وزارة الداخلية. أنا لو ما كنتش جيت وشفت بنفسي ما كنتش هصدق. بشكر وزارة الداخلية جداً إن هي أتاحت لي أنا وزمايلي إن إحنا نزور النهاردة مركز إصلاح وتأهيل بأخمين. أنا فخور باللي أنا شفته هنا، اللي جاتني الفرصة إن أنا أطلع بشكل تفصيلي وبرؤية عين عن الإنجاز الرائع اللي حصلها في هذا المركز الرائع، اللي احنا سمعنا كتير من وسائل الإعلام، إنما اللي بيشوف غير اللي في على وسائل الإعلام غير اللي بيشوف برأي العين. اللي احنا شفناه النهاردة في معاملات النزلة وإن الحياة الجديدة اللي بدأت تطورها وزارة الداخلية، مش كمسجون بيأدي عقوبة، لا ده كإنسان يصلح إن هو بعد ما يخلص عقوبته ويخرج إن هو يبقى شخص تاني، شخص يتعامل مع الحياة بطريقة كويسة. بجد احنا نشكر فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي وزارة الداخلية لهذه الجهود الكبيرة. تتواصل الزيارات لمراكز الإصلاح والتأهيل ليتعرف الجميع على ما تتمتع به هذه المراكز من إمكانات كبيرة توفر حياة كريمة للنزلاء وتؤهلهم للاندماج في المجتمع لبداية حياة جديدة. زيارات متنوعة تستقبلها مراكز الإصلاح والتأهيل من طلبة الجامعات ومن المجالس النوعية المتخصصة ذات الصلة بحقوق الإنسان للاطلاع على مرافق هذه المراكز وما تقدمه من خدمات ورعاية متنوعة للنزلاء من أجل إعدادهم وتأهيلهم ليصبحوا أعضاء نافعين في المجتمع عقب الإفراج عنهم. عبد الله بركات، التلفزيون المصري. وقفة مع أخبار المال والأعمال في الجولة السادسة. جولة الاقتصادية مشاهدينا، ينضم إلينا فيها الزميل مصطفى نزار. إليك مصطفى. شكرا رجاء رمزي، شكرا فاطمة خليل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة اقتصادية جديدة في النشرة السادسة. تبدأ نقاط الاستلام لتوريد القمح المحلي غدا في استلام الأقماح من المحافظات والتي بدأت التوريد مبكرا، وهي بعض المراكز في جنوب سيناء وبعض المراكز في محافظة الفيوم وفي أسوان والوادي الجديد. هذا وأكدت الحكومة على أنه تم تجهيز نقاط استلام متنوعة ما بين الصوامع والشون المطورة والهناجر لاستلام القمح المحلي المنتج في هذا العام بطاقات ومساحات تخزينية كبيرة. أعلنت الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة استمرار استقبال ميناء أكتوبر الجاف للواردات والصادرات القادمة من والمتجهة من وإلى الموانئ البحرية المصرية عبر خطوط السكك الحديدية منذ تشغيله وحتى الآن. أشارت الهيئة إلى المميزات المتعددة للميناء في تسهيل حركة الصادرات والواردات، ويمثل طفرة كبيرة في منظومة النقل واللوجستيات بالإسهام في منع تكدس الموانئ البحرية بالحاويات.
تشارك مصر اعتبارا من غدا الاثنين في فعاليات اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن واجتماعات وزراء المالية لدول مجموعة العشرين. ستتحدث مصر بصوت البلدان النامية والإفريقية من أجل إصلاح الهيكل المالي العالمي، كما ستطرح رؤيتها في التعامل مع التحديات الدولية والإقليمية، فضلا عن شرح أبعاد عملية تطوير المسار الاقتصادي التي تمت مؤخرا لتمكين القطاع الخاص. قال محللون إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط غدا الاثنين بعد الهجوم الذي شنته إيران على إسرائيل، وعززت المخاوف من رد فعل إيران على الهجوم على مجمع سفارتها في دمشق أسعار النفط بالفعل في الأسبوع الماضي، وقد ساهمت في ارتفاع سعر خام برنت القياسي العالمي يوم الجمعة إلى $92.18 للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر الماضي. أظهرت بيانات البنك المركزي الروسي انخفاض الدين الخارجي إلى أدنى مستوى منذ عام 1993 ليصل إلى $304 مليار. يذكر أن الدين الخارجي الروسي قد سجل أعلى مستوى له في عام 1999 وشكل ما يقرب من 91% من حجم الاقتصاد الروسي، وانخفضت حصة الفرد من الدين الخارجي حتى الأول من إبريل الجاري إلى $2100، وهو أدنى مستوى منذ عام 2005. وصلنا معكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية هذه الجولة في أخبار المال والأعمال، نعود للختام والمتابعة مع رجائي وفاطمة. شكرا الزميل مصطفى ميزار على هذه الوقفة الاقتصادية. بهذه الوقفة الاقتصادية مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الجولة الإخبارية، لم يتبقى فيها إلا التذكرة بأبرز ما جاء فيها من عناوين. مصر تعرب عن قلقها البالغ تجاه مؤشرات التصعيد الإيراني الإسرائيلي، وتؤكد أنها على تواصل مستمر مع جميع الأطراف لاحتواء الموقف. وزير الخارجية الإيراني يقول إن العملية الانتقامية ضد إسرائيل انتهت، وإن طهران لن تشن عملية جديدة ما لم تتعرض لهجوم. مع دخول 240 شاحنة مساعدات عبر منفذي رفح وكرم أبو سالم، مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للأشقاء في غزة. وصلنا إلى ختام هذه الجولة الإخبارية من تلفزيون المصرية. في تمام التاسعة جولة إخبارية مجددة، إلى الملتقى. إلى اللقاء.